مرحلين كما استشفوا فاكر، فإنه بعد النتيجة الإيجابية اللي حققناها في المقابلتين الأخيرتين لزام علينا باش نمضي في هذه ديناميكة النتائج الإيجابية. اليوم الخصم كما تعرفون أنه خصم جريء، خاصة أنه محقق شيء نتائج إيجابية في البطولة، كان إقصاء مر عنده في كأس إفريقيا، كلها مخاوف من ردة الفعل للمنافس، ولكن اللاعبين تبعنا كانوا في المستوى، قدموا أداء جيد بالنتيجة والأداء، هذا مؤشر إيجابي، خاصة وأننا بعد 5 جولات الحمد لله حصلنا 10 نقاط، هذه راح تعطينا دفع أكثر لبقية مشوار البطولة إن شاء الله. خصم راه خلق لكم مشاكل كبيرة. بطبيعة الحال ماهوش خصم مولودية العاصمة، ماهوش فريق اللي نقدموه، معناتها عنده أرمادة من اللاعبين، حنا كنا ننتظروا هذا الأمر، ولكن ردة الفعل تاعنا الحمد لله. المهم والأهم أننا ثرنا ب3 نقاط في بلادنا، والجماهير تاعنا مشكورة على المساندة تاعها، وإن شاء الله فيها خير للمستقبل إن شاء الله. شنو باطل التغييرات؟ أظن بلي التغيير تاع بزاز كان يشكو بعض من مشكل عضلي، كمل الشوط الأول كله بالعمل، ولكن اللاعبين اللي دخلوا قدموا كذلك، عادي مشكور لأنه دخل وحسم النتيجة لصالحنا، هذا مؤشر إيجابي لأن المنافسة تخدم الفريق، خاصة وأننا مازلنا 25 مقابلة من البطولة. شكرا.